هذه مناسبة كبيرة لأن أول مرة في عدن يحصل زواج جماعي، وأول مرة الهلال الأحمر الإماراتي يتبنى موضوع أو يتبنى شيء كبير مثل هذا مثل الزواج. اليوم بكرم من دولة الإمارات العربية نحتفل ونزف ونغني مع أجمل عرايس في عدن، 100 عريس و100 عروسة. نشكر الإمارات العربية المتحدة، ونشكر الإمارات، ونشكر أبناء الإمارات، نشكر محمد بن زايد الذي يقام لنا هذا المهرجان حق العرس الجماعي. ولولا أنه هذه المكرمة الجميلة من الشيخ محمد بن زايد أن هي كان من الصعب الزواج علينا. أتمنى من الله أنه المكرمة هذه تتكرر.